حضرتك شايف افتتاح المؤتمر النهارده ناجح؟ في رأيي ناجح جدا، وكلمة رئيس الوزراء كانت شاملة، فيها برنامج، كلمة أحمد زويل كانت زي ما قلت ممتعة، كلمة الشيخ صالح كامل، ثم كلمة الشباب، الحقيقة شيء مهم. حضرتك شايف أهم التوصيات اللي المفروض يكون فيها؟ لا خليها، لا ضروري أنا أعمل أنها تكون فيما يتعلق بالقوانين المكبلة للحياة المصرية ولشرح وطرح موضوع التنافسية طرحا سليما.